ازاي نستقبل التصويت يوم 14 و15 في ظل يعني المظاهرات اللي بتحصل في الشارع ومطالبة بعض افراد الشعب بعودة الشرعية؟ يعني انا عندي امل كبير ان الشعب المصري هيكون رد فعله زي بالظبط رد فعله في 30/6، انه هينزل عشان يعبر عن إرادة شعبية جارفة لصالح الوطن، لصالح مصريته، لصالح وطنيته، لصالح وحدته، في أنه يكمل مسيرته ويحقق أهداف ثورة يناير ويونيو أو 25/30، ده الاسم دلوقتي الجديد. فيعني مفيش عودة للوراء، وفي إصرار على أننا نكمل المرحلة الانتقالية وفقا لخارطة الطريق، وأننا نكمل مؤسساتنا الديمقراطية، وأننا نحقق أهداف ثورتنا. فدي مسألة أنا أعتقد أن الشعب المصري لن يتنازل عنها، وأنه هينزل وهينزل بشكل قوي أقوى كثيراً من دستور الإخوان اللي أسقطته ثورة 30/6، وإنه إن شاء الله هنحصل على نسبة مشاركة عالية جداً ونسبة ونأمل إنه يكون في نسبة تأييد عالية. شايفة المظاهرات ممكن تختفي لو الدستور اتقال عليه نعم؟ أنا شايفة أنه لو الدستور طلع بنسبة نجاح كبيرة، أنا شايفة أنه ده هيرجح بشكل قاطع الإرادة الشعبية، إرادة 30/6، وأنه هيدي دفعة كبيرة لخارطة الطريق أنها تكمل بشكل سريع وبشكل فيه كفاءة عالية. أنه المظاهرات دي أنا أعتقد أنها يعني ظاهرة هتاخد وقتها وهتنتهي، لأنها لا تجذب الشعب المصري. شايفة ايه اهم التوقعات السياسية في 2014؟ انا شايفة ان شاء الله هيحصل تنفيذ لخارطة الطريق. انا بتمنى انه بس الادارة السياسية لباقي المرحلة الانتقالية تتسم بالحكمة، وانها طبعا تراعي انها لا تعطي للإخوان اللي هم مصدر كل هذا العنف والمصدر أحداث القتل وأحداث التدمير، وكل إنها لا تعطي لآخرين أي سبب أو مبرر إنهم يتعاطفوا مع هذا التيار. أنا أتمنى من كل الحركات السياسية والأبناء إنه يبقى فيه التزام بالقانون، حتى ولو كنا نعترض على القانون، إننا نبقى نموذج، إننا نلتزم بالقانون ونعترض عليه ونطالب بتغييره ونغيره، إنما نلتزم به طالما هو قانون سائد، لأنه هو ده النموذج للثوري الحقيقي، الفرق بينه وبين مظاهرات الإخوان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا طبعا في غاية الأسف على هذا الحكم وبعترض عليه، ويعني بظن إنه إن شاء الله هيتغير بشكل جوهري في الاستئناف. أنا شايفة جدية من النظام الحاكم في تنفيذ خريطة الطريق برغم بعض الأخطاء اللي بحكم الظروف المرحلة الانتقالية واللي طبيعية يعني، إنما في إطار التحديات اللي موجودة، إنما إن شاء الله خريطة الطريق هتكتمل وهتكتمل بنجاح وبتأييد الشعب المصري، إن هذه هي الإرادة الشعبية، وما فيش حد يقدر يفرض على الشعب المصري أي شيء ضد إرادته.